لا اله الا الله يا عم سلام، هي البنات خلصت من السوق ولا ايه؟ ازاي يا استاذ سيسي؟ البنات على قفا من يشير، وانا في الدور ده بالذات جبت 10 بنات، ايش هدى وايش ناديه وايش مرفت ايش عبير. انا عبيد دي بالذات بقى قالت لي المرحله دي انتهت من حياتي، ما بعملش 4 حلقات وخمس حلقات والكلام ده، اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ الحق جاري اطبخي، كلف يا سيدي، حد عارف حلول المطلوب. صاحبه الدور بقى عندنا ومستوفيه كل الشروط، وهتاخد اقل من المطلوب كمان. مين ايه يا فالح؟ فرح العمدة، فاكرها يا عم سلامة؟ ها؟ فرح العمدة؟ هي اللي غداني؟ واحدة واحدة كده عليا يا عم الفلاحي، وخليني كده في الأول أستعين بصديق عشان أفهم كلامك اللي ما يخشش العقل ده. ليه يا فرح؟ ده أنت جامدة يا بت ومشروع فنانة نمرة واحد. طب وعهد الله من يوم ما شفتك والقلب حاسس إني هكون سبب سعدك ورقلتك النقلة اللي هنا. 30 مشهد يا فلاحي؟ لا، وقدام مين؟ عماد النمر، نجم مصر الأول اللي مسلسلاته مطرقعة وجايبة أكبر إعلانات في الدنيا، وإخراج مدحت جدل أكبر مخرجات فيك يا مصر. مش مصدقة نفسي. فرصة عمري وفلوس حلوة. بقول لك إيه، بكرة تيجي تمشي؟ بكرة إيه؟ بالليل في استوديو الأهرام. مفيش حتة بسبوسة ليا أنا بقى؟ حلال عليك الصينية كلها يا كرداح، خد يا أختي شطبنا شطبنا. مساء الخير يا أستاذنا. أهلا السلام، أنت فين التراخر؟ عملت لنا ايه في دور عزيزة اللي بأحاديث المدينة؟ أنا جبت لك بنوتة، إنما إيه يا باشا؟ كده هتعمل شغل أحلى شغل. فين دي؟ تعالى فرح. فرح؟ أيوة يا باشا، فرح العمدة غريب العمدة. ده يطلع إيه ده؟ ده اسمي يا باشا، فرح العمدة غريب العمدة. ده اسمك بجد؟ أه والله يا أستاذ. دي لهلوبة في فن التمثيل يا باشا، إيه رأيك؟ نديها الحلقات وخليها تمضي العاد وتحفظ. أمر لله، خلينا نخلص من المسلسل الجملي ده ونلحق رمضان اللي هيموتوا عليه. كومبارس كومبارس، هنعمل إيه؟ طيب ايه في ايه؟ الله ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده؟ ايه الورقه ده كله اللي معاك؟ ده الدور يا عمتي، شايفه كبير ازاي؟ انت هتقولي كل ده؟ 30 مشهد بحالهم، زمان لما كانوا يطلبوني في السيما كان يدوبك يدوني حته ورقه قد كده والدور كله كلمتين. صباح الخير يا ستي، اتفضل حضرتك مدير البوسطه. انما هنا ايه، لوكه جامده وكلام مجعلص قد كده. يعني انت هتحفظي كل ده وتقولي بكره لوحدك؟ لا لا، مش كله كله، يعني هو بكره مثلا عندي 3 مشاهد بس، الراجل مساعد المخرج بيقول لي المشاهد صعبه نار، ربنا بقى يقدرني. طبعا طول ما انت فاكره ربنا، ربنا ان شاء الله هيقدرك ويساعدك. ايوه بس انت كمان لازم تساعديني حياة. انا؟ ايوه، امال ايه؟ امال مين اللي هيخش معايا دلوقتي عشان يسمع لي كلمه كلمه وحرف حرف؟ ده انت عامله زي ما تكوني راجعه من الامتحان. واحده بتبتدي تذاكري من الاول. ايوه يا عمتي، امتحان وامتحان صعب كمان ولازم اثبت نفسي فيه. انا حاسه انه هيفرق معايا في كل ايام اللي جايه. يلا يلا يا حياة، مفيش وقت، احنا شغلنا الليله دي مش هننام ولا ساعه واحده. يلا يا لهوي. يا رب اقف معاها وانصرها ونجحها واسمها يبقى ملحلح كده في الدنيا. قادر يا كابتن؟ اهو وهو اهو والحياه بينا اهو. نزوها حبيب قلبي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا حبيبي، جايب لك معايا كيس فاكهه، انما ايه عجب. سلم ايدك. الله 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 الله، مالك لونك رمادي ليه؟ ده انا جايلك بدري النهارده وقلت ليلتنا هتبقى مانجا. هروح احضر حاجه ناكلها. استني هنا. اوامرك. اقطع دراعي 5 اصابع وكوع، ان في مشكله ومشكله تخينه كمان. لا ابدا، مشكله ايه؟ لا مشكله ولا حاجه، انا هروح اغسل الفاكهه. لا في مشكله. بتعيطي؟ يبقى في حاجه بقى. ليه محمود؟ محمود؟ محمود عيل صغير معاكي؟ ده انا 10 سنين. طب احلفي كده على مصحف اللي مفيش حاجه. مش هحلف. نعم، في ايه؟ اصل انا في المغربيه كده عديت على الدكتور اللي في الوحده الصحيه اللي جنبي. انهي دكتور؟ ما انا سايبك الدهريه حلوه وزي الفل وانت حلوه وزي الفل. الدكتور اللي انا كان نفسي اعدي عليه من زمان عشان يعني موضوع الخلفه اللي اتاخر ده. وحد قال لك ان انا مستعجل ولا عايز خلفه اصلا؟ لا مستعجل، وما تضحكش عليا اكتر من كده. انا بشوف نظره عينيك لما بتشوف اي عيل صغير ولو حتى عيل بيلعب في الجنين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك إيه؟ فهمتش؟ قال لي مش هخلف، مش هقدر أخلف أبدا. وده اللي مزعلك بقى؟ ده مش مزعلني، ده وجع قلبي منكم. أنت غلطانة يا نزهة. العيشة اللي إحنا عايشينها دي مش مستحملة عيل ولا اتنين، ده إحنا ربنا ساترها معانا بس. مش ناقصين نجيب عيل نعذبه ونتعذب معاه. أنت بتقول كده عشان ترضيني بس، أنا عارف. يا بنتي الحكاية كلها إرادة ربنا، وبلاش نعترض على إرادة ربنا لحسن يجيلنا حاجة وحشة. روح يا شيخ، يا رب يرضيك ويرضى عنك زي ما رضيتني. أيوة كده، دعوتين حلوين مع طقم حنية باللي هم مع فص مانجا. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو ما اتصلش؟ هو مين؟ جورج كرداح. يا راجل ده انا هريب اتصالات وعمال اذاكر واحفظ معلومات، بس ايه مسيري وحياتك؟ اقعد على الكرسي واربح المليون. محمد يا اسامه بلاش مبالغه، الله يخليك يا ابني. تفاصيل الخبر جايبها صحفيه كده تحت التمرين، راح للتصوير وحضرت اول يوم وجابت فكره المسلسل من المؤلف وعملت لقاء صحفي مع النجم المفترس عماد النمر. مش ممكن، الناس دي اتجننت ولا دماغها فوتت ولا ايه؟ دي مواضيع يعرضوها للناس في مسلسلات. هو مش عم عماد النمر موافق يبقى خلاص، الشاطر بقى اللي يقدر يفتح بقه في الاخر. انا بقى هفتح بقي، وانا الفن الرخيص في البلد دي يا اسامه. جهاز عندي لو عايزين نصور. حاضر يا استاذ. اتفضل. عايز جهاز بس؟ جهاز يلا يا استاذ. تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. جلاك. خش جلاك. شكرا جلاك. يلا يا جماعه ماشي المهم عايزين نقول قبل الدقيق. حافظه يا فرحه؟ اسمي فرحه يا استاذ وحافظه ان شاء الله. طب يلا. 5 4 3 2 1. اهو كده غلط يا قطوطه. انا اوامري كانت واضحه من الاول واتفقنا عليها. وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا، واللي اوله شرط اخره ايه يا قطوط؟ اخره نور. يا فرحات هو انا يعني هو توب في ايه يا فرحه؟ مش قلت انت حافظه المشهد؟ ايوه استاذ والله حافظه زي الميه، بس ما اعرفش نسيت دلوقتي. انا اسفه يا استاذ عماد، لا ان شاء الله نعيده واقوله كويس ان شاء الله. لا ما حصلش حاجه، بس احفظي كده كويس، ده الحوار كويس مش ناقص عطل. حاضر. يلا حبيبتي يلا. ايه جاهزه يا فرحه؟ اسمي فرح يا استاذ وان شاء الله جاهزه حالا. اتفضل اتفضل. خلاص على هوا. اسف يا استاذ. اتفضل يا بيه. 3 نهدى 2 1. اهو كده غلط يا قطوطه. انا اوامري كانت واضحه من الاول واتفقنا عليها، وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا، واللي اوله شرط يا قطوط اخره ايه؟ اخره نور. يا فرحات هو انا يعني اجرم اما لهفتك من على الوليه اللي انت متجوزها؟ ايه ده ستوب ستوب. نهار اسود مش خلصين النهارده. احنا اسفين يا ريس، احنا اسفين. مش ده ورا فرح تلف عندك ليه؟ معلش يا ريس احنا اسفين. حاضر حاضر يا استاذ. مش حاضر في الهوا، راجل فرح قبل ما تقوليه راجل. يا فرحات هو انا اجرمت يعني لما سرقتك من على مراتك وانا حافظه اهو؟ معرفش ليه ما باجي اقولها قصاد الكاميرا بس بقى. ربنا ما افرجهاش ولا ايه؟ خلصي بقى. حاضر. انا عندي اوردر يا اخوانا. اسفين يا عندي اوردر. احنا اسفين بس معلش 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 معلش. اتفضل. معلش يا جماعه اخر مره ان شاء الله هنصور. كلاك على الهواء 5 3 4 1. اهو كده غلط يا قطوطه. انا اوامري كانت واضحه من الاول واتفقنا عليها، وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا، واللي اوله شرط اخره ايه يا قطوطه؟ اخره نور. يا فرحات هو انا اجرمت لما سرقتك من على مراتك؟ هو اللي هو انا اللي عجبك؟ ستوب ستوب تعالى قبل الاستاديو. جمله وقاعدين فيها ساعتين، اما لما نخلص المسلسل هنقعد قد ايه؟ 3 سنين؟ يا استاذ عماد انا ما اجرمتش، انا لجلجت الكلام لعبك في بقي. واشمعنى ما بيلعبكش في بقي؟ عشان حضرتك بتمثل بقالك 30 سنه، لكن انا دي اول مره في حياتي امثل. افتكر كده حضرتك اول مره مثلت كنت زي دلوقتي؟ لا دي لمده زياده عن اللزوم. مش كفاية انها موقفة تصوير بقالها 3 ساعات، جاية كمان مش عاجبها كلامي ومنفسنة عليا. بس بس ايه ده ايه ده ايه ده بس في ايه؟ اهدى ايه بس؟ اهدى ايه؟ انا ما غلطتش فيه يا استاذ، والنعمة الشريفة ما غلطت فيه. انا قلت لك من الاول يا استاذ مدحت، شغل الاسترخاص اللي بيعمله الاستاذ المنتج ده ما ينفعش، جايب لي واحدة كومبارس زي دي
تعمل دور قد ده؟ معلش بالراحة بس بالراحة. مفيش بالراحة ولا بالراحة. هاتولي ممثلة تانية تعمل الدور ده. ايه اللي حصل؟ مالها دي؟ قلبانة كانت كده ليه؟ دي راحت فرصة عمرها. فرح في اوضتها؟ ايوه يا استاذ. افتح يا فرح. انا مدحت. حاضر يا استاذ، انا هغير هدومي واسيب الاوضة وامشي حالا. عايز حاجة غيرها؟ كويس انك ما غيرتيش هدومك. يا استاذ انا. انت اللي هتعملي الدور يا فرح. ازاي يا استاذ؟ انا عايزك تهدي خالص وتقعدي مع نفسك الساعه اللي جايه دي. انا هعمل بريك دلوقتي وانت تراجعي وتحفظي الدور بالحرف، وانا واثق انك هتبقي هايله وهتعملي الدور كويس. يا فرح ما حدش ابتدى وهو كبير، كله كان صغير، وانت على الاقل شكلك كويس ومناسب جدا للدور. انا مش مصدقه نفسي يا استاذ، انا بجد حاسه ان انا بحلم. ده انا حتى ما كنتش احلم ان الاستاذ مدحت بدوي بنفسه هو اللي يقول الكلام ده. طيب ما تضيعيش وقت، اقفلي على نفسك ساعه واحده، وعايزك تبقي زي الغول قدامي، ما تعمليش ستوب واحد. اتفقنا؟